أوديا، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع، جاهز؟ سيب، انتك شحال من خطرة فتحت في البروفيل؟ جامي. طولك ووزنك؟ نورمالمون 1.80 وزن 41 و 30. إن أجبرت أن تتخلى عن أحدهم، راح تتخلى عن الإنستغرام أو اليوتيوب؟ إنستا. تتخلى عليه؟ بيان سور، ما عندي حتى إشكال نتخلى عليه، بس برا ميم يوتيوب فيه خدمتي كونتنيتي، دونك امبوسيبل. هل تعتبر نفسك أفضل يوتيوبر في الجزائر؟ نو. كاين اللي خير منك؟ بيان سور، كاين جينيراسيون. أغنيتك المفضلة؟ بور لو مومون. صبرتو. صبر صبر صبر. دوكا راه ما على باليش راني نسمع، راني نسمع روميو الفيس رابر بلجيك. الاغنية المفضلة تاعك اسمها؟ صبرت والله ماني صبرت شي با والله ما على بالي ما مخلطة صراحة. معليش عطيني اغنية تحبها. صح جيستن بيبر كومباني اسمها بزاف. في رأيك كم هي نسبة الجزائريين اللي يتزوجوا عن حب؟ 50% بزيزة. اخر مره كذبت فيها؟ والله ماني عاقل، والله ما مش عاقل. اعطيني اخر مره كذبت فيها. والله ماني عاقل. تهرب؟ ماش نتهرب، مانيش عاقل، والله ماني عاقل. والله ماني عاقل. اخر مره كذبت فيها؟ اخر مره كذبت فيها البارح. لا ماشي البارح، البارح قلت لهم ماني جاي لوهران. ابري انا كان على بالي بلي ما تنجي، فقلت لهم كذب. افضل بيضة. مغني راب جزائري في نظرك؟ راب عادل سويسي. لو يديروا لك عملية تجميل وش تبدل في روحك؟ ولا حتى حاجة. ولو أول عقد سنيتي وشحال كانت قيمته؟ 5 ملايين. آخر عقد سنيتي وشحال كانت قيمته؟ صعيب هذا الكابتن، خليني هكا كاش كيف نريفوند عليها، سي شوية بيرسونال. كاش تليفون بزاف نورمال في المعقول، الحمد لله. أنت ما عندك كوراج تقولها؟ نعم سي بيرسونيل شوي. اغلى شيء اشتريته؟ اغلى لوطو الحمد لله. تطبيقك المفضل؟ انستا. يوتيوب لا تطبيق نتفليكس ابليكاسيون نتفليكس. صفة تكرهها في المرأة؟ تهضر بزاف، كاين مرأة تهضر بزاف. حدث اخباري عالمي اثر فيك؟ موت تاع ماك ميلر، سي ان رابر امريكان. كنت نسمع بزاف سيرتو في هذيك البريوده، مي مات. اقصى نقد سمعته؟ شوف سي جينيرالمون تاع تهضر خفيف ولا شوف نقد صبرتو. اقصى نقد سمعته؟ اقصى نقد بارابور لا سيري تاعي تاليا، ما فهمتش انه جوغ احنا على غالب جوغ درناها في وقت قصير بزاف، وكانت عليا بريسيون تاع قرايه وميم طون تاع 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 تورناج، وكان اوبليجي ندير 30 حلقه وجيتي با فريمون بري. اي كاين دي كومونتير شويه يعني جو برومي يعني احسن في الجزائر افضل. وين تشوف روحك بعد 10 سنوات؟ كوميديان في بلاد اخرى. وعلاش مشي في الجزائر؟ باسكو عندي واحد لي زوبجيكتيف في راسي فون نديرهم. أكثر شخص تعتقد أنه موهوب عربياً؟ عربياً؟ أحمد مكي. أسوأ يوم مر في حياتك؟ أجي بزاف قد يساوني طولي لما هنا، دونك جاتني في راسي بلي غادي نموتي. دونك احكي لنا شوية على هذا اليوم. ما عندهاش بزاف، واحد دو جور ولا حدا لا كرون بوست قد يساوني، كنت طالع وحدي في الليل يحطوا لي لما هنا. تشوف كي تحس لما هنا تحس بلي الموت غادي تسيبو غادي تموت. إيه الحمد لله جات فات سلامة، تا ما قلتش لوالدي يامي باش نخلع عمي، الحمد لله جات سلامة. داولك داولي دراهم باش مد لها تليفون، باسكو في كاع حياتي، فاهم لابليزا في خدمتي تيفون. ما عرفوكش كي جاو يقريسو؟ نو ما عرفونيش نو. قلت لهم بلي أنا مراد أوديا؟ ما في البانيك ما تقدش شو 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 هو أصلا جو بونس با كان صاحي. دونك شحال من واحد كان؟ واحد. أو شوف فيك دوكا واش تقول؟ ربي يحفظك، ربي يخليك. وتقول له الله يهديك يا خويا سبحان الله. لو عرضوا عليك انك تستلم وزاره، اي وزاره تختار؟ وزاره الثقافه. بصير ريفكا وي او مراد وديعه؟ كيف تخيرني بين نفسي وبين
نو ماشي جو جيستوم الناس راهم يديروا بزاف لا كومباريزون لا كومباريزون بيني وبينه الوغ حنا ما نديروش لا ميم شوز سي فري ميم دومين مي سي با لا ميم شوز راك شايف مي نتمنى له كل خير هو انسان تلاقيته بليزيور فوا انسان طيب بزاف ومسمح بزاف ونتمنى له كل نجاح حاجه درتها وندمت عليها حاجه درتها وندمت عليها عيطوا لي واحد طفل في بليده كان مريض بالكونسير وانا كنت قالوا لي واحد تشوفها باسكو يبغيك انا في ديك البريود كانت عندي لي زيكزامون ما كنتش قادر نبوجي نطلع عندي بلاصي دونك قلت لهم صبروا عليا ايامات ونجي نشوفها ان شاء الله اي في هذيك الايام توفى دونك نندم اللي ما الغالي سبحان الله ندم اللي ما شفتهش شكرا لك مراد ميرسي بوكو شرفنا بحضورك نخليك الكلمه الاخيره كلمه الاخيره للناس اللي تبعني وتشوف فيها ودونكوراجيني في لي ريزو سوسيو انا بديت والو بديت بكم اي ما بقاش